وأنا بدي أشكركم مجددا، وبدي أتمنى على الإعلام الذي واكب هذه العملية كلها، لأنه فعلا كان في خرق، كان في خرق باجتماعات اللجنة. يعني مجرد اجتماع اللجنة بعد هالانقطاع وبعد مثل ما بيقولوا هالانفصال والانفصام بين اللبنانيين، اجت هذه اللجنة لتقول انه لا، الوحدة والسعي الى تأمين شيء ما يوحد اللبنانيين او يوفق على حد ادنى بين اللبنانيين هو اهم من كل شيء اخر. لذلك مطلوب من الاعلام كمان يلي وكبنا بطول هالفترة انه يكون مثل ما بيقولوا ايجابي. هلأ انهينا المرحلة الاولى ورفعنا تقرير طبعا وقلنا لكم عنه بالماضي. اما المرحلة الثانية فالمهمة التي اوكلت الى اللجنة الفرعية قد تمت، وقد توصلت اللجنة إلى خلاصات حول كل المشاريع والاقتراحات والأفكار التي نوكشت، لا سيما فيما يتعلق بالنظام المختلط أو الآلية المختلطة للانتخاب، يعني بين النسبي والأكثر. وسترفع اللجنة تقريرها بما توصلت إليه من نقاط تلاقي ونقاط اختلاف إلى دولة الرئيس نبيه بري، الذي يعود له إحالة هذا التقرير إلى اللجان المشتركة وفقا للأصول. وكما تعلمون نحن لجنة فرعية منبثقة من اللجان المشتركة التي يعود لهذه اللجان المشتركة صلاحية تقرير مصير عمل هذه اللجنة. وستعقد هذه اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل للمصادقة على مشروع التقرير الذي سنرفعه إلى دولة الرئيس. طبيعي أني أرجع كرر أنه دولة الرئيس توجه بالشكر والتقدير لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة، وشدد على كل الإيجابيات التي بهذه الظروف الصعبة، ومثل ما قلت بعد طول الانقطاع التي قامت بها هذه اللجنة بعملها. وبالتالي بعتقد أنه سيتوجه بالدعوة للجان المشتركة قريبا. يعني ثلاثة جاي الاجتماع لكم؟ ثلاثة جاي من صادق على التقرير يلي بدنا نعمله. ومثل ما قلت نحن لجنة فرعية، يعود صلاحية البت بأمرنا بمصير هذه اللجنة للجان الفرعية التي سيدعوها دولة الرئيس بري لهذه اللجان المشتركة التي سيدعوها دولة الرئيس بري في الأسبوع المقبل. طبيعي عندما تدعو الحاجة وفقا لقرار اللجان المشتركة. نحن مثل ما قلنا لكم نحن منا لجنة نزلنا هيك يعني بالباراشوت. نحن اجت هاللجنة المشتركة قال ما نألف لجنة وسمتها لجنة التواصل، هي لجنة فرعية طبيعي، وقامت بمهمتها هذه اللجنة. هلا ما تقرره اللجان المشتركة نحن مقيدين فيه. هذا التقرير له علاقة بس بقصة المختلط؟ هذا له علاقة بكل الاقتراحات والأفكار والمشاريع اللي تناولناها في خلال هالجلسات الأخيرة. في كتير نقاط مشتركة، هلا مش حفوت بالتفاصيل، هاي بتجي بالتقرير، وبكرة الله راد بس يأمر دولة الرئيس من التقرير، مش رح منا تقرير سرية بالنتيجة. شو بالأفق بين معكم؟ دعوة لجلسة عامة. حدا من دول بحب؟ أوكي خلاص. ما حدا بده يحكي. يلا. بدون يعني احكي بالاول اجيب علي مش الحال. قلت لهم ببقى الاخر. لا بلش انت. انا اول شيء اسمحوا لي نوه بكل العمل اللي صار وبالزملاء تحديدا بما فيهم زملاء المعارضه وبالاخص
زملائنا بالتيار المستقبل وحزب الاشتراكي، لأنه فعلا النقاشات كانت ذات مستوى عالي جدا وصريح جدا وجدي جدا. بتمنى أنه كل النقاش بالبلد يرتقي للي وصلنا له. يمكن ما توصلنا إلى خلاصات إيجابية بكل شيء، بس أكيد الكلام اللي نقال على مدى 16-18 جلسة كان كلام مهم برسم كل قيادات البلد، ونحكى فيه كل شيء، وإن شاء الله بيأسس فعلا لتفهم لكل واحد للتاني، على الأقل بيفهم كل واحد شو نظر التاني لإله، شو مشكلته مع التاني. وبعتقد الكلام اللي صريح اللي نحكى، وإذا يوما ما تنعلن المحاضر بتقدروا قديش اللي كان عم بيصير جوا منه بس عمل سياسي، فعلا كان عمل عم يفتش على حلول. هلا انهينا بالمرحله الثانيه هالنقاشات، ومثل ما انا توقعت من دون ما اكون هالقد متشائم وانعي، ما قدرنا نوصل الى توافق حول النظام المختلط، ولكن هذا لا يمنع انه هناك خلاصه لهالعمل اللي صار في تلك اللجنه الفرعيه، وهيدي الخلاصة هي أنه تشكلت أرجحية وأكترية حول اقتراح قانون تقدمت فيه أنا شخصيا مع زميلي أبي نصر، وهو المعروف باللقاء الأرثوذكسي. وهذا الاقتراح اليوم هو بمثابة الإنجاز الوحيد أو الأهم، مش تليفوني، ما معي تليفون، هيدا يمكن تليفون لحدا ما بعرف، هذا الاقتراح، هذا الاقتراح إذا بتريدوا، هذا الاقتراح هو الاقتراح الوحيد والذي يكون الإنجاز الأهم يلي تحقق من خلال تلك اللجنة، أنه صار في توجه صحيح ما حصل عليه إجماع، ولكن تكونت أكثرية حول هذا الاقتراح يلي اليوم سيسلك طريقه سالماً إلى اللجان المشتركة، وإن شاء الله بأسرع وقت إلى الهيئة العامة للتصويت. حيقول البعض أنه ليس هناك من ميثاقية في جلسة، في البعض بده يقطعها أو هذا القانون، ما بدنا نفوت بسجال حول هذا القانون ورأينا فيه. نحن طبعا نعتبر أن هذا القانون دستوري ميثاقي، وبذكر أنه المناصفة اللي بنص عليها الدستور بالمادة 24 تعلو على أي شيء، تعلو على الميثاقية وتعلو على كل شيء، وهي غير خاضعة لهذا المنطق، لأنه هي اليوم نحن أمام وضع هناك مشكلة حقوق عند المسيحيين، نص عليها الدستور وهو أعلى شيء موجود عندنا بلبنان، ولم نجد حتى الآن بكل القوانين الانتخابية اللي صارت على مدى 20 سنة من يحترم هذا الدستور، بل كل القوانين خرقته في اتجاهها فيما يخص احترام المناصفة. لسبب نعتبر أنه هذا الاقتراح هو دستوري، هو ميثاقي، وبعتبر أنه يجب أن يسلك طريقه حتى العامة، ولا شيء يسقطه إلا التصويت عليه بالهيئة العامة ولا شيء آخر. هيدي من جهة. هلأ إذا لم تحصل جلسة لسبب ما، من نقول للبنانيين بكل صراحة، إذا لم تحصل جلسة في نهاية المطاف على اقتراحات القوانين الموجودة، ولا سيما الاقتراح اللقاء الأرثوذكسي يلي هو اليوم بخلاصة اللجنة الفرعية أخذ الأكثرية، نحن ذاهبين إلى أزمة مفتوحة قد تبدأ بقانون الانتخاب، ولا أحد يعرف بلبنان وين رح تخلص على مستوى نظامها. ما نكون صريحين مع الشعب اللبناني بهي النقطة، لأنه لن تحصل انتخابات بقانون الستين. هناك بقدر ما البعض عم بيستعمل حجة الميثاقية في منع اقتراح اللقاء الأرثوذكسي للوصول إلى خواتيمه على التصويت، وقد يستعمل هذا الحق ويريد أنه ما تصير جلسة من دونه، بقدر ما لن تحصل انتخابات من دون المكون المسيحي اللي رافض قانون الستين، وكل انتخابات قائمة على هذا القانون ستكون باطلة، وأصلا ما رح تصير، ما رح نوصل لهون. لهيك عم بقول لكم أنا بكل صراحة، إذا ما توصلنا إلى إنهاء موضوع قانون الانتخاب، وخلي يعرف الشعب اللبناني أنه المدة المهلة النهائية لوزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة هي ب11 أدار
2013. اي بقي قدامنا شهر وشوي لنخلص اللجان المشتركه ونصوت على الهيئه العامه. ولا احد يعتقد انه اذا هالمهله استهلكت ولم نصل الى قانون جديد ستحصل هناك انتخابات، ستحصل انتخابات. من هلا عم بقول لكم بوضوح نحن رايحين على ازمه مفتوحه. لا انا عم نحن عم نحكي من بعد نقاش طويل صار، اعطيني مدي اخذ وقته بكل الامور، ولهلا مع الاسف مع الاسف لم يحصل اي خرق يؤمن المناصفه او يؤمن حتى اجماع من كل القوى السياسيه. لسبب خلينا نقول بكل وضوح، وانا هيدا حبيب صارح الشعب اللبناني ومن هون لارجع سجن مع حدا، بس انا حابب من خلال هالكلام وجه رساله كثير واضحه. نحن اليوم ذاهبين الى اللجان المشتركه مناقشه الاقتراحات الموجوده، والاقتراح الوحيد كنتيجه هاللجنه اللي بعده قائم لانه تكون له اكثريه ولم ياتي اي اقتراح ليحل محله، وسنذهب فيه للاخر. وكل التهويل حول هذا الاقتراح هو مرفوض، وعدم التوصل الى قانون انتخاب من هلا ل 11 اذار سيدخلنا في ازمه مفتوحه لا احد يعرف كيف ستنتهي. هذه الرساله اللي حبت اوجهها بكل ايجابيه، وبتمنى انه الكل يتعامل بايجابيه داخل اللجان المشتركه ومن ثم داخل الهيئه العامه حتى نوصل الى نتيجه ونجلب لبنان هذه الازمه اللي ممكن نوصل عليها. شكرا. بداية يا ريت ما شكرنا وعاد قضى على كل المشاريع. نحن بجبهة النضال الوطني بالأساس انطلقنا من القانون الموجود اللي هو قانون الدوحة أو 60 معدل. مش نحن عملنا هذا القانون، هذا كان في إجماع عليه بالدوحة، وحينما طلب الرئيس بري في ذلك الوقت أن يكتب لمرة واحدة، بعتقد زميلي ألام ما كانش بس الجنرال عون في ذلك الوقت رفض أن يكتب لمرة واحدة. وجهنا بالأرثوذكسي أو القانون الأرثوذكسي الذي أسقط وسقط. وطالما أن قانون الانتخابات ميثاقي وفاقي وعمل لجنتنا مرتبط بإجماع الأعضاء طرحنا حل أبعد يخفف من الهواجس، وهو مجلس نواب خارج القيد الطائفي أو بالقيد الطائفي، مجلس شيوخ على القيد الطائفي، لمركزية إدارية تخفف من الشعور بالغبن الإنمائي واستئصار مناطق معينة على حساب أخرى. لم يأخذ حقه هذا الاقتراح بالنقاش، وحده الرئيس بري عبر بإيجابية التلازم بين مجلس الشيوخ والقانون العتيد. طبعا مبدأ الأكثري رفض من البعض، مبدأ النسبي أيضا رفض من البعض الآخر، فكان هذا المشروع المختلط. هنا حصل خرق حقيقي ونقاش جدي. نحن تقدمنا باقتراحات بالدوائر وعددها وبنسب المقاعد بين الأكثر والنسبي. أكثر من ذلك، رئيس الحزب التقدم الاشتراكي أكثر من موقف كان له باليومين الأخيرين، قال إن الانتخابات مرحلة وتمر، الأهم استمرار الاستقرار والحفاظ عليه في البلد والحفاظ على المؤسسات والمواعيد الدستورية. وأكد أننا منفتحين على صيغ متقدمة بالقانون العتيد. اليوم أنا ما كنت بدي أقول هالكلام، بعد ما سمعت زميلي ألان وصلنا بالنقاش إلى ما وصلنا إليه. إما هذا القانون أو ذاك أو التعطيل، بدي أقول ما حدا بيلغي حدا بالبلد. هذا بلد لا يقوم إلا على التوافق. هذا الكلام سابقة. الأمل مرة أخرى أن لا يقفل النقاش، فلا حل لمشكلة القانون العتيد وهو من ضمن مشاكل البلد إلا بالحوار وقبول الآخر كما كل مشاكل البلد. بدنا نقبل بعضنا وإلا البلد بعرفش لما رايح. شكرا. إذا مش الأوتوبوكسي بالتصوير تمشي.
أولا يعطيكم العافية، يعني كإعلاميين عملتوا جهد كتير كبير وزملاء النواب، وكنا بنتمنى أنه تكون هالندوة الأخيرة تنتهي بكلام رئيس اللجنة، ولكن للأسف التصعيد اللي صار من على المنبر يوجبنا أنه نعطي جواب على ما جرى. بكل صراحة، قانون الانتخاب ليكن واضحا أمام الجميع، قانون الانتخاب ليس قانونا عاديا ولن يحسن ب65 صوت. هذا قانون أساسي في البلد وبحاجة لتوافق وبحاجة لميثاقية حقيقية، والميثاقية تتقدم على كل ما عداها لأنها في مقدمة الدستور قبل حتى بنود الدستور. والموضوع في المادة 24 واضح، كما يتحدث عن المناصفة يتحدث أيضا عن الشراكة الوطنية الحقيقية. نحن رفضنا من أكثر من منطلق ما سمي بالقانون الأرثوذكسي، رفضنا لأن في نسبية، وشرحنا موقفنا أنه لا يمكن أن نقبل النسبية في ظل السلاح، لأن الموضوع السلاح يعطل العملية الانتخابية النسبية في بعض المناطق ويجعلها عملية أكثرية فيما بسائر المناطق هي تنتخب على أساس نسبي. لذلك كان أول منطلق لرفض الأرثوذكسي هو المنطلق النسبي، ثم كان هناك منطلقات أخرى مرتبطة بالعيش المشترك، مرتبطة بتاريخ هذا البلد، مرتبطة بالأقليات العائشة في كل الدوائر، وذكرنا أن هناك مثلا أقليات مسيحية في دوائر عديدة مثل الضنية مثلا لدي 15,000 مسيحي يصبحون بلا تمثيل سياسي فعلي ولا من يهتم بشؤونهم على الأرض. فبالتالي معطيات التي أدت إلى رفض الأرثوذكسي هي معطيات ميثاقية ومعطيات أساسية في نظرتنا إلى البلد وإلى تركيبة البلد وإلى التعاطي وإلى العيش المشترك وإلى مفهوم العمل السياسي، وإلى أن الدستور حدد أن النائب هو ممثل للأمة جمعاء. هذا من جهة. من جهة أخرى، بعد المرحلة الأولى دخلنا في المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية كانت تقتضي أننا نبحث عن نقاط التقاء ونقاط مشتركة. نعم، حصل تقدم وتقدم كبير في خلال هذه المرحلة، كان هناك مصارحة عميقة جدا جرت في هذه المرحلة، وتحدثنا بكل الأمور بدون كفوف، يعني مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج بدون كفوف كلية. ونتيجة لهذا تم طرح مشروع هو ما يسمى المشروع بالمختلط، أي بين الأكثري والنسبي. رغم موقفنا من النسبية قبلنا أن ندخل في حوار انطلاقا من إيجابية أننا نبحث فعلا عن مشروع يجمع اللبنانيين. للأسف كان هناك فيتوات متكررة، حتى على عندما اعترضنا على الأمور السابقة حصلت فيتوات قبل هذا المشروع على موضوع طرح الأرثوذكسي وفق النظام الأكثري، كان هناك فيتو عليه من الطرف الآخر، كان هناك فيتو أيضا على الطرح الذي حاول البعض طرحه وكان ممكن أن يكون جيدا جدا، هو طرح الدائرة الفردية. أما عندما وصلنا إلى النقاش الجدي بموضوع القانون المختلط، كان هناك نقاش من أغلبية أعضاء اللجنة بشكل بناء، وجميع سعى لأن يكون هناك طروحات، ونحن طرحنا أن يكون النظام الأكثري أن يكون مستندا إلى دوائر صغيرة تلبية لتفعيل التمثيل المسيحي، وقلنا أننا في دوائر نسبية لا مانع لدينا من عدة أن تكون هناك 5 أو 9 محافظات، علما أننا وضعنا شرط أساسي أن الموافقة تأتي بعد أن يوافق الجميع لنرى ما هو هذا القانون تفصيليا. رغم ذلك للأسف لم نشعر أن بعض الأطراف في هذه اللجنة وتحديدا ممثل التيار الوطني الحر لم يبادر لا إلى إعطائنا رأيه الفعلي في هذا الموضوع، وكان كل مرة يقول أنه لا رأي له أو أنه وافق على كل الآراء دون أن يكون له رأي مفصل في هذا الموضوع حتى لا يلتزم بأي شيء. جرت من الأساس شعرنا أن هناك محاولة تعطيلية لكل عملية توافق ممكنة في ظل هذا القانون، ولهذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. رغم ذلك الموضوع سيبقى مطروحا أمام اللجان المشتركة. نحن تقدمنا كثيرا باتجاه الحوار وباتجاه محاولة التوافق، للأسف اليد الممدودة لم تلاقي يد ممدودة من الأطراف الأخرى ومن الطرف الآخر. هذا يذكرنا كثيرا كثيرا بملف شهود الزور. بكل صراحة يذكرنا ملف جهود الزور الذي على أساسه نسف الحوار الوطني في آخر 2010 ثم حكومة الوحدة الوطنية.
نحن ننظر إلى المرحلة القادمة، نتمنى على رئيس بري أن يعيد صياغة المرحلة القادمة باتجاه إيجابي. نعم، يجب أن يكون في لبنان قانون انتخابي جديد، يجب أن يكون هناك قانون انتخابي جديد، ولكننا بكل صراحة نرفض ما سمعناه من على هذا المنبر من دقائق من تهويل وتهديد بالويل والسبور. هذا كلام غير مقبول، وهذا كلام يمس الوحدة الوطنية، وهذا كلام تهديدي لم نتعود على سماعه في المجلس النيابي. فبالتالي عندما يقول أنها أزمة مفتوحة لا نعرف أين تنتهي، هذا التهويل مرفوض بمفهومنا الديمقراطي. نحن في مجلس نيابي يسعى دائما إلى إيجاد حلول وطنية من أجل المصلحة الوطنية، وليس تحت عناوين التهديد بالويل والسبور بكل صراحة. فبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، على استعداد في هذه المرحلة لأن نقوم بما يتوجب علينا من أجل أن نلتقي مع الآخرين على نقاط محددة تؤمن الإجماع الوطني. وإذا كان البعض يعتقد أنه يستطيع أن يفرض قانون انتخاب بمعنى لو الأزرع فهو واهم جدا. هذا الموضوع لا يسير بهذه الطريقة في مفهوم الديمقراطي اللبناني وفي العرف اللبناني. نحن نأمل من الجميع أن يعيد حساباته، لأن الكلام السلبي الذي استمعنا إليه والتهديدات التي استمعنا إليها لا توحي أبدا بالخير، وإنها تحمل من قال هذا الكلام المسؤولية السلبية التي ستنعكس على حياة المواطنين وعلى حياة الوطن في المرحلة القادمة. وشكرا. أنا خلاص أنا بدي جرب كون شوي إيجابي بمقاربتي إذا بتسمحوا لي يعني. خلونا نكون نرجع هيك بعد ما انتهت أعمال اللجنة، نعمل هيك مثل إعادة نظر بكل ما حصل من ثلاثة جماعة لليوم. نحن انطلقنا من هاجس واحد هو المناصفة والشراكة الحقيقية. وانطلاقا من هون يمكن في كتير مواطنين ما عادوا يعرفوا بالضبط شو هو القانون يلي نحن منريده. ليه؟ لأنه نحن كنا حقيقة منفتحين على كل القوانين يلي بتأمن هذه المناصفة وتؤمن هذه الشراكة. مش هيك ولا مرة شفتونا حاملين قانون وما عنا غيره وعم ندافع عنه. طرحنا سلة من القوانين، منا دائرة الفردية، منا الدوائر المصغرة، منا اللقاء الأرثوذكسي، منا كل القوانين. مثلا هلأ بموضوع النظام المختلط يلي كنا عم نناقشه، طرحنا أنه تتصغر الدوائر بالنظام الأكثري ويعتمد 9 محافظات على صعيد النسبة، مما أيضا يحسن بشكل كبير التمثيل المسيحي والشراكة الحقيقية بالبلد. انطلاقا من هون نحن حطينا مروحة من الاقتراحات. للأسف كل مرة كان عم بيجينا فيتو من مكان أو من مكان آخر، وهذا الشيء يلي نحن موجودين قدامه اليوم. مشان هيك كان بيهمني وضح للرأي العام هذا الموضوع، يعرف الرأي العام أنه نحن جدا إيجابيين. هون أكيد بحكي عن حزب الكتائب، ما بدي أحصر حدا بموقفنا. نحن موقفنا واضح، ويمكن حزب القوات فيه كمان قول أنه عم نحكي، ما هيك جرجي؟ أوكي، فينا نقول أنه عم نحكي كمان، لأنه كنا حقيقة حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية بهذه المرحلة كنا حقيقة على نفس الموجة بكل المراحل يلي قطع فيها النقاش باللجنة، وكنا منفتحين على كل الاقتراحات يلي بتأمن هذه الشراكة. انطلاقا من هون بدنا نقول شغلتين، في مسؤوليتين. المسؤولية الأولى تقع على كل شركائنا بالوطن، أنه كل واحد يحط مي بنبيداته كرمال تنقدر بمحل معين نقر قانون يؤمن هذه الشراكة، ويقدر كل واحد منهم من اللبنانيين يقدر يتمثل بالشكل يلي بيسحق يتمثل فيه. أما بما يتعلق
لكن بدنا اياكم تاخذونا باحلامكم شوي صغيره، ما زال هيك اذا الاحلام مسموحه. ريس علي، نحن بهمنا بكل صراحه انه يقر قانون يؤمن هذه المناصفه الحقيقيه. اي واحد بيوصل عليه اكثريه نحن ماشيين فيه، اي واحد بيامن اكبر اطار من الاجماع نحن بنمشي فيه، ولكن شرط أنه يأمن هذه المناصفة. وهون بدي أكد على شغلي، أنه في كتير نحكى كتير عن كتير أمور، أمور العلاقة بالمسيئية، أمور العلاقة بوصف اللقاء الأرثوذكسي بمجموعة من الأوصاف. أنا هون بدي أكد شغلي، من 23 سنة لليوم القانون المعتمد بلبنان كان غير مسيئي، وكان غير دستوري. ولا مرة نحن توصلنا إلى مرحلة أنه نتعاطى بهذه الأمور بطريقة سلبية بهذا الشكل. أنا بتمنى أنه الكل يعرف أنه هذه المرة نحن ما رح نقدر نقبل بأي قانون أقل من هذه المناصفة، ما رح نقدر. للأسف عم بقولها وقلناها بالاجتماعات وعم نرجع نكررها، منا مستعدين دائما هالمسيئية تكون على حساب المسيحيين. هلا نحن ما بنحب التهديد ولا بنحب نروح على السلبية المطلقة، عم نقول هذا الكلام لأنه بعد فيه شهر ونص والأفريقاء الآخرين معهم شهر ونص يلاقونا حلول. مش عم نقول هيك ولا تنهدد ولا شيء، عم نقول هيك لأنه ولا ممكن هالمرة تصير الأمور على حسابنا مثل ما حصلت بالسنين الماضية. طلاعا من هون معلش معنا شهر ونص، خلينا نكون ايجابيين، في حلول ممكن نوصل لها، في كتير طروحات مطروحة على الطاولة، قادرين نوصل لنتائج. هذا البلد بلدنا ما نحافظ عليه كلنا سوا، العيش المشترك بين اللبنانيين ما حدا حريص عليه قد ما نحن حريصين عليه. نحن دفعنا ثمنه ألف شهداء تنقدر نحافظ على وحدة لبنان، على سيادة لبنان، على استقلال لبنان، مش كرمال تنجي نفرط فيه اليوم. نحن حريصين على كل إنسان لبناني عايش على هيدي الأرض، إن كان بينتمي لطائفة أو إن كان علماني أو إن كان مدني، بهمنا كل إنسان يتمثل بالشكل الصحيح. ولكن أنه يكون في أفريقاء بلبنان عم بيتم تهميشهم بهذا الشكل من أكثر من 23 سنة، هذا شيء مقبول بالنسبة غير مقبول بالنسبة لنا، ونحن رح نعمل كل ما لدينا تنقدر نتوصل لنتائج مع كل شركائنا بالوطن. وشكرا. ما بتعتبر أن الحصول الأرثوذكسي على أكثرية نادرة هي فرصة؟ هيدي فرصة، ومش هيك نحن مصرين عليها ومكملين فيها، إلا إذا توصلنا على قانون بيأمن إجماع أكبر، ونحن هذا اللي بنتمنى. نحن بنتمنى نوصل للمناصفة من دون ما يكون في فريق يعتبر حاله مستهدف من أي قانون. بدنا قانون يؤمن هذه المناصفة وياخد إجماع من الكل. لحظة خلص اعملي معروف، لأنه في نواب بدون يحكوا. معلش بليز، معلش أسئلة سألوها على الجنان. أول شيء بدي بلش مداخلتي بشكر كبير لهالمواكبة الإعلامية والوقت والتعب يلي تعبتوه معنا. بدي كرر شكري للقوى الأمنية من جيش ودرك، وطبعا لها الرعاية يلي دولة رئيس المجلس كان بالنسبة لإقامتنا، كان بالنسبة لمتابعته الدقيقة للنقاشات، كان بالنسبة لمحاولاته عطول انه يفتش على القاسم المشترك الموجود بين الكل. بدنا ما بقدر إلا ما سمن هذا الدور يلي أنا برأيي في رهان كبير بأن يستمر هذا الدور لنحقق أهدافنا كلنا كلبنانيين. أنا بدي لكم شغلة مهمة يمكن بأهمية البحث عن القانون بنفس الأهمية. كان عندنا مشكلة من سنة 43 تقوم على نوع يعني من عدم قول الحقيقة لما أوصفها بغير شيء بين بعضنا وبين تعاطي المكونات بين بعضها.
أنا بقدر لكم بكل مسؤولية وطنية، بكل ضمير إنساني، النقاشات رغم أنه كلكم تعرفوا أنا بالشأن العام من مدة طويلة، أنا ولا مرة حضرت نقاشات تسمت هالقد بالمصارحة رغم اختلاف أيام بالرأي. كل واحد قال للآخر فعلا شو المشكلة، كيف ممكن تتعالج، ماذا يقبل به وماذا لا يقبل به. وأنا بعتقد هيدا من أهم الإنجازات على الصعيد الوطني. نحن لليوم ما عم نقدر نلاقي مستقبلنا لأنه نحن مخبيين الأمور بورق التين. نحن محل منحكي بالوطنية ونقصد الطائفية، محل منحكي بالطائفية نقصد المذهبية، محل منحكي بأحزاب ومنكون عم نحكي بأقل من مذاهب لما أقول طوائف. طيب هالنقاش لأول مرة شال كل هالغلافات وإجا يقول يا خي هذا ما نواجهه الآن. نحن اللي عم نواجه بقانون الانتخاب معادلتين، وحدة حقوقية لأنه في مكونة من المكونات لها حقوق، ونواجه من تاني ميل هواجس سياسية، في من ميل حقوق ومن ميل في هواجس. نحن طبعا نريد أن نؤمن الحقوق لكل المكونات، وعنا إرادة كتير كبيرة كمان أن نعالج الهواجس. هيدا الشيء يلي انطلقنا منه لنقدر نلاقي حل للحقوق وللهواجس. نحن وقت انطلقنا لنلاقي حل للحقوق ولا مرة نفتش أن تكون حقوق مكونة على حساب حقوق مكونة أخرى أطلاقا. نحن نريد أن تكون الحقوق تبع الجميع مؤمنة بس سواسية وفقا للميثاق وللدستور. ووقت المنأمن هالحقوق ما منا هالحقوق كمان تتغاضى أنه في بعض الهواجس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. انطلاقا من هون مظبوط أمن الأرثوذكسي وهيدا واقع ما منا ننكره، لأنه إذا نكرنا منكون عم ننكر الحقيقة. قانون اللقاء الأرثوذكسي أمن أكثرية إذا رحنا على الهيئة العامة وصوتنا يفوز هذا القانون. إنما نحن من حرصنا على هواجس الآخرين لم نتوقف عند هذا القانون، وأخذنا نفتش وسنبقى نفتش للحظة الأخيرة عن قانون بديل إذا توفر، شرط أنه يكون في صحة التمثيل ويجاوب هواجس الآخرين. وما البحث بالقانون المختلط يلي استحوذ كثير من النقاش إلا بهذه الهدفية. وهون بدي أقول كمان وقت البحثنا برأيي في مساحة ما قد تكون صغيرة، إنما هذه المساحة قد نتمكن بالوقت القليل المتبقي أنه نوسعها لتوصل إلى مساحة جدية في تفتيش عن قانون. شرط أنه يأمن معيار من مير أعطاء الحقوق لكل المكونات يعني المناصفة، ويؤمن من ميل تاني الهواجس يلي هي موجودة. بما يتعلق بالقانون المختلط، أنا بدي لكم شغلي، درسنا كتير قصة النسب بين الأكثر والنسبة، إنما توصلنا لمعادلة حسابية. إذا نريد فعلاً أن نؤمن عدالة التمثيل يجب أن نتجه للبحث بالدوائر، لأن المزج فقط بين الأكثر والنسبي لا يؤمن صحة التمثيل. وبالتالي صرنا جلستين أو أكثر عم نحكي بالدوائر، لأن البحث بالدوائر كأن تكون في النظام الأكثر دوائر جغرافيا صغيرة طبعا بتغير
بصحة التمثيل. طبعا بالنسبة بدها تكون الدوائر أكبر لأنه ليقدر يتطبق النظام النسبي. لذلك أنا بقول نحن إلى جانب بقائنا على تأييد اللقاء الأرثوذكسي، بحب أقول إنه الوقت لم يقفل حتى الآن ولن يقفل حتى اللحظة الأخيرة في تفتيش عن حل آخر يراعي صحة التمثيل. وأنا بقول هون مش دور اللجنة الفرعية، أنا بقول هون دور كل القوى اللبنانية. ليش؟ لأنه آخرة النهار بدنا نعرف كلنا سوا أنه اليوم أول شيء إذا بدنا شراكة حقيقية بدون الكل يكونوا مشاركين، لا شراكة حقيقية وفي فريق من الأفريقاء غير ممثل بشكل صحيح. وإذا بدنا وفاق وطني بدنا شراكة حقيقية، بس كمان إذا بدنا شراكة حقيقية يجب أن نسعى جاهدين إلى المساحة المشتركة، إلى أن لا يشعر ولا فريق أن هناك غالب ومغلوب، أن هناك فريق مستثنى من ما نفعله، أن هناك ضغط يمارس على فريق من الأفريقا. لذلك أنا أطرح الصوت عاليا لكل الأحزاب ولكل القوى، لأقول لهم الوقت مداهم، الوقت قصير، استهلاك الوقت لن يفيد، لأنه قانون 60 ذهب إلى غير رجعة. وصحيح أنه قانون غير مسائي، لذلك بدل ما نبقي الباقي نجرق، بدل ما نستهلك الوقت يلي متبقي فلنوظف الوقت المتبقي لهالثغرات يلي قدرنا أو هالمساحة الصغيرة اللي قدرنا نفتحها، نعجل نوسعها لعلهم نوصل لنتيجة من ميل بتأمن صحة التمثيل، ومن ميل تاني بتأمن يكون في وفاق حول هالموضوع، لأنه آخر النهار وفاق اللبنانيين مثل ما الشراكة والتمثيل الصحيح ضمان للاستقرار، وفاق اللبنانيين هو كمان ضمان للاستقرار. بضل في نقطتين أنا بحب وضحهم. أي طرح لحتى نكون إيجابيين وما نضيع وقتنا، اليوم البعض يطرح أنه نروح للأكبر نبحث بالنظام ونشوف قصة مجلس الشيوخ شو منعمل بمجلس النواب. يا أخوان ما تضيع وقت، ما تضيع وقت ثمين. لا بحث في نظام إلا من خلال مجلس نيابي في صحة التمثيل. المجلس النيابي الحالي ما في صحة التمثيل بتحلو يروح يبحث بالنظام. اثنين، ما تضيعوا وقت، عنا بعد أيام لنقر قانون انتخابات قبل دعوة الهيئات الناخبة، فلينصب الجهد على قانون الانتخابات وقانون الانتخابات فقط، من حرصنا على أنه الأمور تتم بمواعيدها وتتم بهدوء وتتم بتفاهم. الأمر الأخير يلي أنا بدي أحكي فيه، صحيح أنه البلد لا يحكم بغلبة فريق على آخر ولا مذهب على آخر ولا حزب على آخر، بس كمان بذات الوقت إذا الكل مسلمين أنه في مكونة عندها حقوق لازم تتأمن، فليسعى كل هالجميع إلى تأمين هذه الحقوق فعلا لا قولا. وأخيرا لازم نبقي الأمل عند كل اللبنانيين، لأنه نحن ببلد الضغوط فيه كبيرة لدرجة أنه إذا بتشوفوا المحلات حد منا برا، نحن قعدنا 3 جماع بالأوتيل بالمعتقل بنسميه، رغم أنه ما نشكر أصحاب الأوتيل والأوتيل للعناية يلي أمنوا لنا إياها. يا أخوان مساء عم نظهر الساعة 8 لنفتش عن مطعم، ما عم نلاقي في مطعم فاتح. هيدا البلد يلي هو يعني جوهرة الشرق، ما عم نلاقي زلمة بالطريق. بقى خلينا كلنا نخاف الله كرمال الناس، ونشوف كيف بدنا نتعاون كلنا سوا كلبنانيين لنظهر من هالأزمة الكبيرة في ظل كل ما يجري بالمنطقة، لأنه آخر النهار هذا الوطن يا أما بيقع على رأسنا جميعا أو مننهض فيه جميعا. وأنا بشكر.
أول شيء شكر خاص لكم كإعلاميين، كونكم أكثر من إعلاميين لأننا أصدقاء، يعني صرنا بالنهاية، وكل مرة بتنتظروا منا أشياء جديدة. وفي شيء قبل ما بلش بحديثي كمان، في موضوع يعني أنا توجهت لوزير الداخلية هلأ على الظهر، بيّن هو فهمني غلط. نحن على الصعيد الشخصي ما عندنا شيء معه للوزير، وفي بعض المراحل وعم بيكون جيد جدا، لكن بالنهاية نحن مجلس نواب، ونحن هون بالمجلس نواب عنا رأينا، وما بيقدر هو يتوجهنا بأي انتقاد إذا في أي قانون جديد عم نقترحه أو عم ناخد وقت إضافي، وهذه هي بس للتوضيح. أما فيما يتعلق اليوم، في زميلنا ألان نقزين كان شو بدنا نحكي اليوم، لكن ما رح نقزه قد ما هو ما نقز العالم. لا بالعكس 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 ألان، بس أنت طيب هلأ ماشي، مش بين هلأ دغري أخذت شخصي، ما أنا ما رح شو دخل دكتور فتفت إيه اللي قاله ما بيأثر، بالعكس نحن خليه يعرفوا في شفافية عنا مطلقة، ما حدا مستحي من حدا. فيما يتعلق أول شيء، أنا في مرحلة وصلنا لها بالنقاش، تبيننا أنه فعلا رح نتوصل لنتيجة معينة. هلأ فجأة صار في موقف شوي متصلب، يعني والدولاب رجع لورا، ورجعنا بقى نبلش من الأول النقاش. هلأ فيما يتعلق، ما توجهت لك، خلينا عم نحكي هلأ اطلع ارجع هذا، لا انه كان في مرحلة، بس كنا عم نحكي عن موضوع معين وقانون وفكرة جديدة بقانون الانتخابات، كنا عم نتوصل وكان في نتيجة معينة، كان في نقاش جدي الكل يعرفه، ما كان حدا عم يمزح، والكل كانوا جديين للتوصل الى نتيجة. هلأ صار اللي صار ماشي الحال، لكن النتيجة اللي وصلنا لليوم بهالمحضر بكل بساطة حسب رأيي البسيط، كان في نوع من الإجماع على اقتراح آخر غير الأرثوذكسي، وسقط الأرثوذكسي كليا بمجرد هذا التقرير. من هيك ما حدا يقول بعد أنه في هذا اللقاء الأرثوذكسي لا يزال، بعتقد بمجرد هالجلسة الأرثوذكسي راح، وأنا شخصيا عملت بوينت. إذن تابعنا من مجلس النواب جميع التصاريح بشأن انتهاء عمل اللجنة. هذه اللجنة الفرعية أنهت أعمالها بعد 18 اجتماعا، رئيسها النائب روبير غانم أعلن أنها ستعقد اجتماعا الثلاثاء للتصديق على تقرير بشأن ما توصلت إليه، وسترفعه إلى رئيس مجلس النواب كي يحيله إلى اللجان المشتركة بعد أن يدعوها إلى الاجتماع. تابعنا أيضا إعلان النواب أن نائب العون حذر من أنه في حال عدم التوجه بعد انتهاء عمل اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصديق على القانون، هذا يعني أزمة مفتوحة. النائب أكرم شهيب وصف كلام النائب العون بأنه سابق في الحياة البرلمانية، في وقت وصفه النائب أحمد فتفت بالكلام التهديدي والتهويلي، مشبه الملف قانون الانتخاب بملف شهود الزور والذي عطل سابقا الحوار الوطني. النائب سامي الجميل أكد أن الهاجس هو الشراكة، آسفا كون انفتاح حزبي الكتائب والقوات على الاقتراحات وجه بالفيتوات. النائب جورج عدوان وصف اجتماعات اللجنة الفرعية بأنها من أهم الإنجازات الوطنية لأنها تميزت بمصارحة غير مسبوقة بين الأفرقاء السياسيين. طبعا للمزيد في النشر المسائية في تمام الثانية، شكرا للمتابعة.